طبعا احنا عايزين نتكلم عن دور كوكب الشرق في دعم الجيش ودعم الدولة في شعار او في يعني رفعت كده شعار انه الفن من اجل المجهود الحربي، وتبرعت طبعا بكل اجرها هي وفنانين كتير، بس هي طبعا اللي بدأت انه غنت في اوروبا وغنت في دول كتير جدا باريس و... بالذات. اه وفي باريس في اوروبا طبعا، هاي وتبرعت بأجرها طبعا لدعم الدولة. فخلينا نتكلم عن دور الفنانين وقتها في دعم الدولة. حاضر. هو بالنسبة لدول الفنانين، احنا نبدأ من بداية حينما بدأت حرب أكتوبر 73. كان في نكسة قبل كده وفي انكسار وشيء من هذا القبيل، فبصينا بعض الناس في البيوت سمعوا نداء من القوات المسلحة وتعليمات بأن الحرب قامت وأن الجيش المصري عبر القناة، فالدنيا اهتزت والزغاريد طلعت والتسقيف وبتاع. مين بقى كان موجود في الوقت ده؟ كان بليغ حمدي ساكن في الزمالك، وكانت مراته وردة الجزائرية كانت موجودة، وقالوا ايه البتاع دي؟ فقالوا ده احنا انتصرنا وكده. فنزل بليغ بالعود بتاعه وبأوراقه وطلع جري على الإذاعة والتلفزيون، وكانت وردة معاه، واتصلوا بواحد شاعر معروف اسمه منصور حاجة كده، منصور اتصلوا بيه تعالى عشان احنا رايحين الإذاعة نشارك في المهرجان بتاع الانتصار ده. فراحوا منعوهم من دخول. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لأن كان في تعليمات محدش يدخل إلا العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون فقط في ظل الظروف اللي كانت موجودة والحرب والحاجات زي كده. فاحتج بليغ حمدي على هذا وراح لوجدي الحكيم كان مسؤول عن التلفزيون، فقال له ممنوع وانت هتوديني في داهية ومش عارف ايه. فقال له لا، ده انا راح الاسم هكتب قرار ضدك انك مش عايز تدخلني، وانا عايز اعمل اغنية وطنية. مين اللي تدخل بقى؟ مين؟ بابا شارو، محمد محمود شعبان اه كان مسؤول كبير في التلفزيون في الوقت ده. فقال لا دخلوه، ودخلوا وردة ودخلوا الشاعر اللي معاه ده ونشوف هيعملوا ايه. فدخلوه، فابدع بليغ حمدي وعمل اغنيه الله اكبر وورده على غبابه بغني، وطلعوا من اجمل الحاجات اللي طلعت. وبعد كده الدنيا اتغيرت والانتصارات ظهرت والهيصه زادت، حاجة وبدأت عظيمة. بدأ المغنيين يظهروا، وكل بقى يطلب بدلوه من أجل إظهار حقيقة مصر، وأن الانكسار اللي حدث ده كان وقتي، وأنه لابد من تحقيق النصر إن شاء الله. فبليغ كان له دور مهم جدا، وبليغ يعني ووردة الجزائرية شاركت كمان بهذا على غبابة غني. وبعد كده هنبص نلاقي توفيق الحكيم في الأهرام هيكتب مقالات بالنص وكده، مما يشجع الناس إن هي تدلو بدلوها في هذا المجال. عبد الحليم حافظ هيشارك بخمس أغنيات. أم كلثوم للأسف الشديد كانت عيانة. أم كلثوم ست الكل دي كانت عيانة بعد حرب الاستنزاف والسفر لباريس والتنقل هنا وهنا. كان قربنا سنة 75، قربت بقى من السن الكبير وكده، فما شاركتش في الحقيقة. دورت أنا جامد قوي إن ليا كتاب اسمه تطور الموسيقى والطرب في مصر الحديثة، ذكرت في هذا. فأم كلثوم طلبت من صالح جودة إن يكتب لها حاجة عشان تغنيها، لكن لم يمهلها القدر في هذا. طبعا الشاعر الحريق كنت بتتكلم عليه هو الشاعر عبد الرحيم منصور، وطبعا كانت أسرع أغنية الله ينور تم عليك. تلحينها وعملها.